صدر لي 12 عمل روائي وأدب الأطفال، وكما سوى ذكر اسمي في أكثر من 30 عمل مشترك ما بين مجموعة قصصية للأطفال، دراسات، أبحاث، نصوص مسرحية. أنا الآن أعمل بائع قهوة. صحيح العمل بساعات طويلة على البسطة لا يكفي أن توفر احتياجاتك، ولكن يبقى أنك تقدم شيء لأطفالك. الكتاب ما زلت أقرأ وأكتب، وهي موازية للعمل الشاق اللي بعمله الآن، لأنه الكتاب هي وطن آخر، أو الوطن الأكبر الذي تصنع به ما تشاء. سعد يوسف حين كان يدور في الشوارع. القهوة تصاحب الكتاب في الكتابة، وأنا الآن جمعت أغراض بيتي من الغاز والأواني والكاسات والصحون والغاز، وجبته على الرصيف وإلي مدة بشتغل على الرصيف. طبعا توجهت لوزارة الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب الفلسطيني أكثر من مرة وعلى سنوات طويلة، أنه هناك في كاتب مثلي له أعمار وأي حاصل على جوائز عالمية بالأدب وبالرواية، لكن يبدو الأمور صعبة ومغلقة الأبواب. أنا حصلت على جوائز مهمة بالأدب كشاب، حصلت على في 2007 على أفضل رواية فلسطينية على مستوى فلسطين برواية الندبة، وطبعت ووزعت في العالم. وفي 2011 برضو حصلت على أفضل رواية على حملة الجواز الفلسطيني، كان اسمها هذا الرصاص أحبه طبعاً، وطبعت ووزعت بالعالم كله، وترجمت أجزاء منها كثيرة للفرنسية والألمانية، وإحدى الجامعات العراقية خلتها في الدراسة الجامعية. مؤخراً أنا طبعت أو صدر لي عنواني رقم 12 هو المسيح الأخير، ووقعته على الرصيف بين الناس، وكان يوم جميل. وهذا المسيح الأخير الرواية طبعت عبر وزارة الثقافة واتحاد الكتاب الفلسطيني رام الله، ولقت استحسان وحباً بين الناس، إنها بتطرق قضية مهمة، تناقص أعداد المسيحية بقطاع غزة. حصلت على ألقاب منها سيد الأفكار، رائد الرواية الحديثة في فلسطين، ولكن هذا كل أشياء والجوائز لم تساعدني على توفير لقمة عيش جيدة، لأنه هناك فيش اهتمام من المؤسسة الثقافية في فلسطين بالمثقفين والمعنيين والأدباء والمهتمين بالأدب والفن. الكتابة هي عالم مهم لي، ولن أتركه، وسأبقى ملهم وشغوفا بالقراءة والكتابة.